صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. إحدى الحقائق التي تشد انتباهنا هي الفرق بين نمونا نحن البشر ونمو الحيوانات الأخرى. أولا نأتي إلى الحيوانات، كيف تنمو الحيوانات؟ كيف تتجه الحيوانات نحو كمالها المنشود؟ الحيوانات تتجه إلى الكمال عن طريق الهداية الإلهية. الله تعالى يقول: الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله أعطى لكل كائن من الكائنات خلقه، الخلق الملائم له، الخلق المناسب له. الأسد يحتاج إلى مخالب حادة، بهذه المخالب الحادة يمزق طعامه. الله أعطى للأسد هذه المخالب. بعض الحيوانات تحتاج إلى منقار، منقار طويل حتى تخرج طعامها من البحر بهذا المنقار الطويل. الأسد لا يحتاج إلى منقار طويل، ما الذي يعمل بهذا المنقار الطويل؟ الله ما أعطى له منقار طويل. ولكن هذا الطائر إذا ما عند هذا المنقار كيف يخرج هذه السمكة من الماء؟ لا يتمكن من ذلك. لذلك الله تعالى يعطي لهذا الطائر المنقار الطويل، ويعطي للأسد المخالب الحادة. الله أعطاه هداية فطرية، هداية موجودة في داخله، هداية موجودة في أعماقه. الحيوان ما يحتاج إلى معلم، الحيوان لا يحتاج إلى مربي عادة، الحيوان لا يحتاج في اتجاهه نحو كماله، الكمال الذي قدره الله وعينه الله، لا يحتاج إلى تعليم. أنتوا الآن جربوا هذا الشيء، خذوا فرخا من أفراخ الدجاج، من اليوم الأول الذي خرج فيه من البيضة خلوه في مكان وحده، ما شاف أبوه ولا شاف أمه ولا تلقى تعليمه أبدا. من اليوم الأول اللي يطلع من هذه البيضة وهو في داخل البيضة، الله تعالى أعطاه هدايته، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
في داخل البيضة الله أعطاه هداية، وعندما يطلع من هذه البيضة هو يشق طريقه في الحياة معتمدا على ذاته، هو يروح يأكل وينام ويعمل ويدفع عنه الأذى ويجلب إليه الناس، ما يحتاج إلى تعليم. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بينما الطفل عندما يولد اتركوه في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في الشهر الأول، في الشهر الثاني، لا يعرف كيف يدفع عنه الضرر، وما يعرف شلون يجلب إلى ذاته الناس. الله تعالى ما أعطاه هذه القدرة، القدرة المباشرة، الهداية المباشرة، الله ما أعطاها للطفل. ابن الشات، هذا شيء ملاحظ، ما يحتاج إلى أبوه إلى أمه في معرفة عدوه. من هو العدو؟ ما يحتاج إلى تعليم. الشات من اليوم الأول افصلوها عن أمها وأبيها، خلوها تنمو. عندما ترى الذئب من بعيد، أبوها ما قال لها أن هذا عدو، أمها ما قالت لها أن هذا عدو، لا، الهداية الفطرية اللي موجودة في داخلها. ثم هدى، الموجود في الآية الكريمة، بمجرد ما ترى الذئب من بعيد تخاف منه، تشرد منه. بينما الطفل انتم لاحظوا لا يعرف من هو عدوه، يشوف حية ويشوف عقربة يأخذها يريد يأكلها، لأنه لا يفهم الطفل من هو العدو، من هو الذي يؤذيه، ومن هو الذي ينفعه. طبعا هذا هو الطابع العام، الطابع العام في الحيوان أن الذي يقوده إلى كماله هو الهداية الفطرية الموجودة في أعماقه. نأتي إلى الإنسان، الإنسان كيف ينمو في مراحله الأولى؟ هل بالهداية الفطرية المباشرة؟ الجواب لا، الطفل لا ينمو بالهداية الفطرية المباشرة، الله ما قرر له هذا الطريق، الله قرر له طريقا آخر. شنو هذا الطريق الآخر؟ الطريق الآخر هو قانون المحاكاة. محاكاة يعني شنو؟ يعني الطفل عندما يفتح عينه، منو مثل الأعلى في الحياة؟ أول ما يفتح عينه منو مثل أمه، بعد ذلك منو مثل الأعلى في الحياة؟ أبوه في المرتبة الثانية بعد ما يتطور، أول يفتح عينه على أمه، ثم بعد ذلك يفتح عينه على أبيه، يشوف أمه ماذا تعمل يعمل مثلها. هذه أيضا هداية فطرية، ولكن هداية فطرية غير مباشرة، عن طريق المحاكاة. الطفل يتمكن أن يتكلم؟ لا، ما يتمكن يتكلم. أنت اترك الطفل وحده ما يتمكن يتكلم، يلاحظ بدقة كيف يتكلم أبوه، شلون دقة الله معطي للطفل. إحنا الكبار الآن إذا أريد نتعلم لغة ما نتمكن نتعلم إلا بمشقة، ولكن لاحظ الطفل حقيقة. في تقرير ذكره بعض العلماء جديدا، حقيقة تقرير مذهل، هذا الشيء إحنا نلاحظ الطفل يتعلم، يقول الطفل مو فقط يتعلم النطق بالألفاظ، يتعلم التكلم، حتى يتعلم اللهجات المختلفة بدقة متناهية. كيف تنطق اللهجة؟ اللغة العربية فيها 10 لهجات، الطفل يدقق
بهذا الجهاز الذي أودعه الله في داخله، أن أبو شلون ينطق، بأي لهجة ينطق، يتعلم تلك اللهجة كاملة ويميز بين اللهجات. يعني أبوه إذا يتكلم بلهجة، أمه تتكلم بلهجة ثانية، يميز بين اللهجتين، يفرق بين اللهجتين في تقرير علمي دقيق ما علي بتفصيله. الله هكذا قرر للإنسان أن ينمو، أن يتكامل عن طريق المحاكاة. لذلك حقيقة كل موقف من الأبوين، النظرة مؤثرة في الطفل. الأب شلون ينظر هذا مؤثر بالطفل، الأب والأم شلون يتكلمون هذا مؤثر في الطفل، كيف يتعاملون مع الشدائد. جاءت هنالك مصيبة، الابن دا يراقب أبوه وهو مثله الأعلى بعد الأم، الأم المثل الأعلى في المرحلة الأولى، الأب المثل الأعلى في المرحلة الثانية عندما شوية يكبر أكثر الطفل. شلون يتلقى الشدائد هذا الموقف؟ يعني وردت هنالك مصيبة على الأب أو الأم والعياذ بالله، كيف تعامل الأب والأم مع هذه المصيبة؟ بدقة الابن يلاحظ هذا، الطفل يلاحظ هذا، بعد 40 عام، بعد 50 عام هذا الطفل يكرر ذات الموقف. لذلك حقيقة مسؤولية الأب ومسؤولية الأم جدا عظيمة. هذا دا يبني هذا الطفل، دا يبرمج هذا الطفل. برمجة يعني شنو؟ يعني أنتوا عندما تأخذون جهاز من هاي الأجهزة الحديثة تبرمجوه، هذا يبقى 40 عام 50 عام ببرمج على الأسلوب اللي أعطيته. الطفل لم يبقى مبرمج. إحنا الآن صنيعة آبائنا وأمهاتنا. حقيقة نحن الآن المحيط إلى أثر، الأصدقاء إلهم أثر، التربية الذاتية إلها أثر، ولكن المنح العام، الاتجاه العام، إحنا صنيعة آبائنا وأمهاتنا. نقوم لصلاة الليل لو ما نقوم، تشوف واحد يقوم لصلاة الليل، هذا في الواقع تأثير الأب أو الأم. كلمة من أبوه، كلمة من أمه، موقف من أبوه، موقف من أمه، هذا باقي إلى آخر حياته. نستيقظ لصلاة الصبح أو ما نستيقظ، هذا أثر تربيتنا الأولى. شلون آبائنا وأمهاتنا قومونا؟ قومونا لصلاة الصبح، نقوم لصلاة الصبح. قومونا أول الوقت، نقوم أول الوقت. أهملونا، تركونا، ما اهتموا بينا، قومونا عندما الشمس طالعة أو ما أي أتركه عيفة. هذا طفل، هذا صغير، هاي طفلة ما تفتهم. هذا يبقى إلى آخر عمره يعاني هذه المشكلة، ما يقوم لصلاة الصبح، صعب عليه يقوم لصلاة الصبح. نحن في الواقع في اتجاهنا، في مواقفنا، في كلماتنا، في أسلوبنا في الحياة، عادة غالبا صنايع آبائنا وأمهاتنا. لذلك حقيقة الأب والأم جدا يجب أن يواظبوا على أولادهم وبناتهم. موقف الزوج تجاه زوجته، الكلمة التي يقولها الزوج لزوجته، أكو بعض الأطفال يتلفظون بألفاظ غير لائقة. مين مرضين هذا؟ كثيرا ما يأخذون من آبائهم وأمهاتهم، يتحول إلى رجل كبير محترم في المجتمع، له شخصية، يتكلم بكلمات غير لائقة. أكو عوائل يتكلمون بكلمات غير لائقة، حتى كبارهم، الآباء، الأمهات، أمام الأغيار، مو أمام الأغيار. ليش؟ هذا آثار الطفولة. من هو طفل علموا هذه الكلمات، علموا هذه الحالة، نما على هذه الحالة. هذه الكلمة اللي يقولها الأب للأم أمام الطفل، هل مؤثرة في هذا الطفل؟
هاي الكلمة اللي الأم تقولها أمام الأب مؤثر على هذا الطفل؟ ما الذي تقوله؟ حقيقة الآن هواي المهمة أشق وأشد. قبل الجرائد ما كانت، الآن الجرائد، شنو أكو في الجرائد؟ الصور الموجهة للأفراد، توجيه غير أخلاقي. هذا الطفل كله يفتح عينه على شنو؟ على هذه الصور، على هذه القضايا. قبل ما كانت مجلات، الآن أكو مجلات. قبل ما كانت تلفزيونات، الآن أكو تلفزيونات. قبل ما كانت هذه الوسائل الأخرى، هذه القنوات الفضائية وغير الفضائية، الآن موجودة. هذا كل عقلية الطفل تحشى بهذه المعلومات. الأب هنا مسؤوليته أكبر، الأم هنا مسؤوليتها أكبر. لازم واحد يربي يعلم. عندما تقعد على المائدة قل للطفل، قل بسم الله الرحمن الرحيم. من الآن علم بسم الله الرحمن الرحيم، قل بصوت عال يتعلم. قول الحمد لله. هواي أكو جواعة، هواي أكو ناس ما عندهم مثل هذا. قول الحمد لله، هذا إلى آخر عمره عندما يقعد يقول بسم الله والحمد لله. يوم القيامة عندما يأخذ صحيفة أعماله، أكو في بعض الروايات يقول بسم الله الرحمن الرحيم حتى يوم القيامة، لأن متعود. وإذا به يرى أن كل السيئات سقطت من صحيفة أعماله. يا الله وين السيئات؟ وين؟ الله يقول أنت ذكرتني بالرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. مقتضى الرحمة، أنا أعاملك مقتضى الرحمة، كل السيئات رحمة. يعني حتى يوم القيامة هذا التأثير باقي. إذا شفت أنه يلقي بفتاة الخبز، ليش تلقي هذا الفتاة؟ أكو ناس فقراء، هذا إسراف، هذا حرام. واحد يعلم، يربي، يأتي له بالأشرطة، يأتي له بالنشرات. الآن إحنا على أعتاب العطلة الصيفية، خلوهم في هذه الدورات الدينية حتى يتعلمون دينهم. حقيقة الآن كبارنا كثير منهم، غير هؤلاء الذين نموا تحت منابر الحسين صلوات الله، اسألوا قضية واحدة تعرف عن الإمام الحسن العسكري، تطرح في مجمع في ألف واحد قصة واحدة عن حياة الإمام الحسن العسكري. تعرف كم واحد من الألف يقول أعرف قصة واحدة عن حياة الإمام الحسن العسكري؟ رواية واحدة يقرأ عن الإمام المهدي، يعرف رواية واحدة عن الإمام المهدي؟ قضية واحدة عن الإمام الجواد، يعرف قضية واحدة عن الإمام الجواد؟ حقيقة هذه تربية الأولاد، هاي تربية البنات. هؤلاء الذين يعول عليهم في المستقبل، طفل عمره في معالي السبطين كاتب غلام صغير، غلام صغير. وقرأت في كتاب آخر أن عمره كان أقل من 11 عام، يعني 10 أعوام مثلا، غلام صغير. ولكن لاحظ هذه الأم شلون ربت هذا الطفل، شلون أنشأت هذا الطفل، شلون علمته إمام زمانه. تقول له يا بني قم وقاتل دون ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. قوم قاتل. الآن الحسين صلوات الله عليه يحتاج إلى من يقاتل دونه، يجب أن يقاتل الطفل. وقامته سيف أطول من قامته، يجر السيف، يأتي إلى أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه ويطلب منه الإبن، فيقول سيد الشهداء صلوات الله عليه هذا رجل قتل أبوه في المعركة وأخاف أن أمه لا ترضى بذلك، من هو أبوه؟ هو ما قال من هو أبوه؟
لكن بعض التواريخ ينقلون أنه كان ابن مسلم ابن عوسجة. مسلم ابن عوسجة. فيقول إن أمي هي التي أمرتني بذلك. يذهب إلى الميدان، شوف المعرفة، طفل غلام صغير ما يقول من أنا، يقول من هو أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. شو طفل غلام صغير أقل من 11 عام، هاي معرفته. أطفالنا هذه معرفتهم، ويذهب ويقاتل قتال الأبطال إلى أن يقتل دون سيد الشهداء. هالشكل ربنا أطفالنا إحنا أن يقتلوا دون إمام زمانهم، أن يقاتلوا قتال الأبطال، توليهم تولي كامل وتبريهم تبري كامل. هالشكل ربنا أولادنا، يعرف من هو الحسين ويعرف من هو أعداء الحسين، من هم أعداء الحسين. هالشكل عندهم تبري أو ما يعرفوا هالشكل، فلتربيهم الجرائد والمجلات والتلفزيونات والمحطات الفضائية الفاسدة، اتركوا هالشكل. بعدين شوف هذه الأم عندما يرمى برأس ولدها لا تبكي ولا تصرخ، وإنما تقول أحسنت يا ثمرة فؤادي وقرة عيني، ثم تأخذ رأسه وترمي بها عدوا من أعداء الله فتقتله. شوف شلون بطلح زوجته مسلم ابن عوسجة على ما يقول بعض المؤرخين، تأخذ رأسه وترمي به عدوا من أعداء الله فتقتله. بعدين تقوم وتأخذ عمود الخيمة وتهاجم الأعداء وتقول أنا عجوز سيدي ضعيفة، عجوز خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة، ثم تأخذ بهذا العمود وتقتل عدوين من أعداء الله. الإمام الحسين صلوات الله عليه يقول لها ارجعي إلى الخيمة جزاك الله خيرا. شوفوا هذه الأم البطلة، وهذا الأب البطل مسلم بن عوسجة، وهذا الابن البطل. هالشكل آباء يربون هالشكل أبناء، هالشكل أمهات يربون هكذا أبناء. مو الآباء المايعين الذين لا يهمهم دينهم، الذين لا يهتمون بتربية أطفالهم، اللي هالشكل تاركهم. يجب أن يكون له معرفة، يجب أن يكون متنمرا في ذات الله، يجب أن يكون مبغضا لأعداء الله. هكذا يجب أن يكون أولادنا وبناتنا. الجرائد تربي هكذا أولاد، المجلات تربي هكذا أولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هاي مسؤولية الآباء، هاي مسؤولية الأمهات، أنه واحد مو بكرة يروح للجنة ويشوف أولاده في النار، يشوف بناته في النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنقل قضية مختصرة أختصرها، القضية مطولة ولكن أختصرها. الوالد كان ينقل هذه القضية، يقول واحد يعمل في شركة من شركات النفط، شركة حكومية، ذكر لي أنه أكو واحد عندنا في شركة النفط، هذا رجل مو مسلم ولكن هواية لين كلش ملائم. الوالد يقول أنا قلت له ائتني به خل أشوف.
يقول جاء بهذا الرجل تبين أنه من الصابئة. الصابئة لهم عقائد معينة، مثلا من جملة عقائدهم أنهم يعتقدون بوجود سبعة آلهة، بدل الإله الواحد أكو سبعة آلهة، وواحد من هؤلاء الآلهة هو فرعون، هذا واحد من آلهتهم فرعون موسى. يقول جاء هذا الرجل وبحثت معه حول الإسلام وحول التشيع إلى أن اقتنع، فأعلن إسلامه وإيمانه، أصبح مسلما ومؤمنا. الحكومة محاربته وفصلته عن شركة النفط، وزوجته حاربته وعشيرته حاربه، ولكنه ثبت. أولاده كلهم أسلموا. بعدين بعد فصله عن شركة النفط راح وأخذ يتجر ويكتسب، وتحسنت حالته أفضل. هو كان يقول هذا عطاء الله لي، هذا تعويض من الله لي. الوالد يقول في يوم من الأيام بالمناسبة كنت أذكر له أنه الطفل عندما يولد يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى أذان، ويقام في أذنه اليسرى أذان وإقام. طفل عمره أيام، عمره يوم واحد. يقول هو كلش أبدى تعجبه، أخذ يتعجب من هذا الحكم. فأنا ظنيت أنه لا يفهم هذا الحكم، يعني شنو هذا الحكم؟ طفل لا يعقل، شنو معنى الأذان والإقامة في أذن؟ فقلت له هل تتعجب من هذا الحكم؟ قال لا ما أتعجب، وإنما أعجب بهذا الحكم، إعجاب مو تعجب، انبهار بهذا الحكم. فقلت له وكيف؟ قال في الواقع أنا عندما ولدت هذا الرجل الصابئ، الصابئة معروفين بتعصبهم الشديد جدا، كلش متعصبين. يقول في جوار بيتنا كان أكو عالم من علماء أهل البيت صلوات الله عليهم. أمي أخذتني وودتني إلى ذاك العالم، فأمي تقول لي أن العالم أخذك وشور في إذانك، أخذ يهمس في إذانك، في أذنك اليمنى وفي أذنك اليسرى. هي ما تفهم شنو قال هذا العالم، يقول شور في إذانك وما أدري شنو قال. أنا من بداية طفولتي أشعر بحنين إلى الإسلام، آبائي أمهاتي عشيرتي أقربائي كلهم متعصبين، كلهم ضد المسلمين، كلهم معاندين، لكن أنا أشعر بحنين، أشعر بشوق عندما أشوف المسلمين أفرح أتقرب إليها. الآن أنت عندما ذكرت لي هذا الحكم فهمت ما الذي قال ذلك العالم. هذا العالم أخذ هذا الطفل الصابئ وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى. هذا هو السر حنيني إلى الإسلام من أيام الطفولة. يعني لاحظوا حقيقة هذه الدقة، الدقة اللي الإسلام لاحظها في تربية الطفل من اليوم الأول. واحد يهتم بالطفل، بسيره، بنومه، بيقظته، بتعليمه، بتعلمه، يجيب إلى الحسينية والمأتم والإقراية، يلبسه السواء، يقول له من هو الحسين صلوات الله عليه، حتى ينمو في هذا الإطار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ذول الأولاد اللي تعبنا عليهم، اللي ربيناهم، اللي اهتمينا بيهم، اهتمينا بحجابهم، اهتمينا بصلاتهم، هؤلاء يكونون مسخرة لنا في هذه الدنيا. في حديث الإمام السجاد صلوات الله عليه حول الأولاد، حول أولاده، وزين بهم مجالسي،
يكون زينة المجلس، واحد عنده 4-5 أولاد متدينين مؤمنين يصلون صلاة الليل، ذول زينة المجالس، هؤلاء مفخرة لأبيهم في هذه الدنيا، مفخرة لأمهم في هذه الدنيا، ويوم القيامة هؤلاء يكونون إن شاء الله وسيلة من وسائل الشفاعة. الإمام الحسين صلوات الله عليه جعل واحد من أبنائه لعله جعفر ابن الحسين صلوات الله عليه عند معلم، المعلم هو عبد الرحمن السلمي، كان واحد من القراء، فذاك المعلم علم جعفر ابن الإمام الحسين، علمه سورة الحمد. الحمد اجى جعفر الى الإمام الحسين صلوات الله عليه وقرأ عليه سورة الحمد، حفظها الظاهر، قرأ عليه هذه السورة، فالإمام سر كثيرا من ذلك، شاف عبد الرحمن السلمي المعلم وأعطاه 1000 دينار، 1000 دينار ذهب، وكساه 1000 حلة، وحشى فاه درا، يعني الفم كم يأخذ من الدر، أعطاه الإمام من الدر بهذا المقدار. فقيل له يا ابن رسول الله، مقابل تعليم سورة الحمد تعطيه 1000 دينار و1000 حلة وتحشو فاه درا؟ فقال الإمام الحسين صلوات الله عليه وأين عطاؤنا من عطائه؟ احنا اعطينا له مال يفنى وهو اعطانا شيئا يبقى، شنو قيمة 1000 دينار مقابل تعليم الحمد؟ وشنو مقابل تعليم الحمد 1000 حلة او كذا مقدار من الدور؟ قال الامام واين عطاؤنا من عطائه؟ اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.